مجال السينما وخصوصا العديد من كبار الشخصيات السينمائيين في العديد من القارات سواء في امريكا او في اسيا او في اوروبا او في افريقيا. وهذا المهرجان هو من اهم مميزات له هو الشعر على المرأة، واعتقد ان هذا الموضوع له اهميته في هذه المرحله. طبعا هناك لدى وزاره الثقافه كذلك والاتصال مخطط تنفيذي لاعطاء واحد المكانه متميزه للمهرجانات السينمائيه على مستوى الترسانه القانونيه، وكذلك على مستوى الدعم المالي من خلال اخراج العديد من المراسم المرتبطه بهذا المجال. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.